زين واحد مثلا نفترض عندنا يبي واحد يصير محرم ويا واحد، او مثلا امرأة تبي تصير محرم ويا واحد، مثلا بنت صغيرة بالبيت، مثلا نفترض هناك طباخ بالبيت، طباخ جايبينه من برا مثلا جيب باكستاني او هندي او مثلا بحريني او اي شخص جاي للبيت بعنوان طباخ، هاي الطباخ يبي يصير هي صاحبة البيت محرم، صاحبة البيت تبي يطلع شوية شعرها، لو شوية رقبتها، لو شيء من يدها، لو شيء من ساقها. فإذا كان هناك شخص مثلا غير محرم وياها وما تقدر تاخذ حريتها وتاخذ يعني حرية بالحركة، فتبي تصير ويا هذا الشخص محرم، شو تسوي؟ ممكن هذا الشخص يعقد على بنته ولو البنت صغيرها، يعقد على بنتها متعة لمدة ساعتين أو أربع ساعات، يعقد عليها متعة، يعقد على بنتها الصغيرة. فهي شو تصير؟ هي شو تصير بالنسبة لنا لما يعقد على بنتها؟ شو تصير؟ قول يا حمته بارك الله فيك، تصير أم زوجته. إذا أم الزوجة محرم على زوج بنتها ولا محرم؟ تمام هو تمام. فبالتالي حلت القضية. فيمكن أن هناك تنشأ صيغة العقد المؤقت لأجل المحرمية، وحلت لنا بذلك المشكلة.